뭔가 그게 어긋난 걸 난 느껴. 我叫迪丽热巴，我是一名演员。 في يوم 19 يناير الماضي أعلنت العلامة التجارية الفاخرة ديور أن الممثلة الصينية درابا أصبحت سفيرة جديدة لهم. وبعد 12 يوم فقط من هذا الإعلان تلقت الممثلة معاملة غير مسبوقة من ديور، إلى درجة المقارنة مع جيسو من بلاك بينك أميرة ديور. فمؤخرا غيرت ديور غلافها الخاص على شبكات التواصل الاجتماعي بصور درابا، مما جعل الممثلة أول شخصية أسيوية تحصل على هذا التكريم. استخدمت ديور صور درابا كغلاف على صفحات الفيسبوك وكذلك التويتر واليوتيوب والسناب شات وويبو، فجميع تلك المنصات الآن تستخدم صورة درابا. اكتسبت هذه الأخبار ردود فعل مختلفة من الجماهير، منهم من توقع تعاون قوي في المستقبل يجمع ديور مع درابا. وبالفعل درابا حاليا تعمل على حملة جديدة عالمية تروج بها لخط حقائب اليد الفاخرة ديور ليدي المستوحى من الليدي ديانا. ولكن الأمر المثير للدهشة أن حقيبة ديور ليدي التي تروج لها درابا حاليا روجت لها جيسو سابقا على حسابها الشخصي بالإنستجرام. فمن المعروف أن أي حملة جديدة يجب أن تكون خاصة فقط بسفيرها، ولكن نظرا لأن جيسو أميرة ديور فيمكن لأي شيء أن يكون استثناء معها. في أخبار أخرى، يشعر محبي ليسا الآن بالغضب الشديد بسبب عدم حضور ليسا حدث بفلجاريا 2023 الذي أقيم في كوريا مؤخرا. أقيم الحدث بالأمس يوم 4 فبراير، ولأن ليسا السفيرة العالمية لعلامة بفلجاري توقع كثير من البلينك أن تحضر ليسا هذا الحدث. ومع ذلك كشفت المديرة الإبداعية لعلامة بفلجاري أن ليسا لم تحضر بسبب الجولة العالمية. في الواقع لا تمتلك ليسا أي جداول زمنية في شهر فبراير، وعلى الفور توصل البلينك إلى سبب عدم حضور ليسا هذا الحدث. من الواضح أن ليسا ستكون ضيفة عرض بام بام هاوس الجديد على قناته الرسمية على اليوتيوب. فمن خلال شبكات التواصل الاجتماعي أكد بام بام ذلك بنفسه في عيد ميلادها، لذلك من المحتمل أن ليسا كانت تصور العرض في نفس وقت حدث بفلجاري. فما رأيك أنت في أخبار اليوم؟ لا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل أحدث الأخبار عن بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.